لساتني خايف يا استاذ. شوف يا مجدي، انا واثق انك بتقدر تكون احسن مني بكثير، بس لازمك تمرين، واصابيعك لازم يكونوا ألين على العود وعلى الوتر. بدي اياك توصل لمرحله تقدر تحط كل احساسك بالوتر. معك حق استاذ، بس بتعرف انا مبسوط كثير لانه البابا سمح لي ارجع على البروفات. وهذا بيساوي واجبك اكبر. ما فهمت عليك. المفروض انك تثبت جدارتك بالموسيقى وتبين للوالد انك ممكن تكون شغله مهمه بهالدنيا هي، مشان هيك المفروض تتدرب اكثر وتحب الموسيقى اكثر. انا راح اثبت هالشيء. عظيم. والعروس شو اخبارها؟ سراب. اخ يا استاذ، سراب ما أنا مشكلة ابدا، بس المشكلة ابوها. معك 10 دقايق بس. انت شو جابك لهون؟ الله يسامحك يا ابو احمد، انا جاي اطمن عليك، بعدين انا جابت لك معي مخدة وحرام مشان ما تاخذ برد. وانت شو دركيني بالسجن؟ خالي قال لي انه جوزك بالحبس. وانت خبرتي خالك اني حامل سكينة ورايلة عنده؟ هو خبر الشرطة ما هيك؟ يا ابو احمد، مو احسن ما ترتكب جريمة لا سمح الله، بعدين اذا بصير شيء انا الخسرانة، انت جوزي وتاج راسي هو خالي. بعدين يكون بعلمك انا ما قلت له يخبر الشرطة، انا قلت له هروب من وشه وبس. بسيطة بسيطة. من بكرة الصبح رح خلي خالي يجي يتنازل عن حقه. مو مشكلة، هلأ روحي على البيت، من هلأ لبكرة إذا ما طلعت أبقي خبري بنتي فريال. فريال بعيوني، بس أبو أحمد بديك أنت ما تكون زعلان مني. لا لا بسيطة بسيطة. أبو أحمد الله يخليك، دير بالك على حالك، يعني بالليل تغطى بالحرام حتى ما تبرد. طيب طيب مثل ما بدك. خاطرك تقبرني. مع السلامة. شرف خلصني. حاضر. لك انت معقوله تقبلي بهيك واحد؟ انت لهالدرجه عقلك خفيف؟ هلا ماما انت ما بيهمك سعادتي وراحت بالي. سعادتك مع واحد ضياجي لم نعرف اصله ولا فصله؟ ليش انت ما تجوزتي البابا وبابا ما كان ضياجي؟ نعم نعم، عم تقارني أبوكي بهذا عادل؟ أبوكي يا خانم أبوك كان يملك مصاري وأراضي ما بتاكلها النيران، بتلاقي لهذا عادل وضيعته كلها بالمصاري. بعدين ما تنسي يا خانم أبوكي دارس بفرنسا، وعلى زمانه ما كان حدا يحلم بشوفته فرنسا، فهمتي؟ يا ماما يا ماما، المصاري مو هي كل شيء. بعدين لا تنسي إنه عادل دكتور والمستقبل قدامه. ولو دكتور، كل هالشي ما بيهمني، أنا مستحيل أعطيها لواحد فقير. يا ماما يا ماما، الدكتور عادل شاب كله أخلاق وكله فهم، وبكل شغلة بيوقف معنا وبيساعدنا. شو نسيتي؟ هلأ كل واحد بيساعدني بيوقف جنبي بجوزه بنتي. ماما، عادل شاب كتير كويس، وبعدين أنا ما بيهمني إذا كان الضيعة ولا لا، أنا بيهمني معاملته وأخلاقه معي. بعدين بابا مدحه كتير وأكيد بابا ما حيكون أقل منك حرص عليه. أبوكي بده يجوزك عادل حتى يشوف حاله فيه وتستمر عيادته بعد ما فشل مع أخوكي يا خانم. ماما، الأهم من هذا كله أنه أنا مقتنعة فيه. أنت فيك تعيشي بضيعة؟ بتعرفي أهله شي؟ شفتيهم؟ شو بتعرفي عنهم؟ يا أمي يا أمي، الأهل مو مشكلة بهالأيام، المهم التفاهم والمحبة والانسجام. أنا مستحيل وافق على هيك جوازة، ويكون بعلمك يا سمر إذا بتتجوزي لهالإنسان هاد لا بكون أمك ولا بعرفك، فهمتي؟ Thank you.
خالي تفضل. طمني ان شاء الله مشي الحال. مشي الحال خالي مشي. ايه عال الحمد لله. مشي خالي. شو هاي الورقة خالي؟ هلا بتعرفي دلال. شو بدك تعمل خالي؟ مديها هيك لشوف. يو. هاي حصة جوزك من الشركة بيني وبينه. كان حاطط شوكة بحلقي وخانقني. يعني هاي الورقة هي سند الأمانة؟ لك يا خالي كل لعبتنا على شو؟ مو على هالسند الحقير. حصتي كلها مليون ليرة كتير. اعطيته جوهرة ما بيطلع لي نتفة مليون. طيب خال المفتاح اللي صبيت عليه وينه؟ صار ببردة وما عاد لي مصلحة فيه. طيب خال بعد اللي وصلت اللي بدك اياه انا بقترح عليك تصالح ابو احمد واكيد ما رح ينسالك هالمعروف. كل شي بوقته حلو. بعد الدرس اللي اخده انا ما عاد عندي مانع. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أصبحنا وأصبح الملك لله. سبحان الله والحمد لله. أهلا يا حمدان. اهلا. الحمد لله على السلامة يا ابني. يا ام صالح ام صالح اجي حمدان. امي امي. حمدان الحمد لله على السلامة يا ابني. الف الحمد لله على السلامة. أطيب قهوة لأغلى أم بالدنيا. إن شاء الله بتعيش إيديك يا رب. خلينا ياكي أمي. تفضل لك تعيش تعيش الإيدين يا رب. أمي وين يا سراب؟ سراب راحت من الصبح على الجامعة قال عندها محاضرة مهمة. كتير منيح اللي راحت. طيب تهدي أعصابها وبتغير جو. ميمي وين جوزك مروان؟ مروان يوم من بكيرها على دوامه. ايه بس الله لما كنت في زبكي وساي فنجان القهوة لأبوكي ونقعد هون قدام البحر نتحاكى ونتساير ونضحك. ايه ما في شي بيدوب. وأنا لو ما سرقوا لي المصارية كنت موفر قرشين كتير مرتبين هلا. لك يا ابني هلا نحن شو بدنا بالمصاري؟ انت عندي اياك بالدنيا كلها. يا ابني يا حمدان الغربه بتضيع الاصل. وانت سافرت وتعذبت يعني كان المفروض تدير بالك على حالك. هذا اللي صار يا بيي. سرقوني وانا نايم وقبل ما اجي بيومين بس. بس مو مشكله بكره بس رجعوا نتحاسب. لك ابني سرقوا لك كثير؟ لا مو كثير امي يعني حوالي 30,000 ليرة. الله لا يوفقهم. 30,000 ليرة مو كتير؟ هدول موسم بحالهم. لك ابني ما بتعرفهم؟ أنا اللي بعرفهم أمي. بس مو مشكلة لابد أنه يرجعوا ونتحاسب. الله يسلمك يا أستاذ هاني. أهلا وسهلا. أهلين. أهلين أستاذ أحمد. أهلين فيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أستاذ هاني. أهلا وسهلا. أهلا أستاذ أحمد. يا أهلا. تفضلوا ارتاحوا. أهلا وسهلا. الله يسلمك. كيف الصحة إن شاء الله بخير؟ الحمد لله ماشي الحال. الحمد لله. كيف البحر؟ منيح بس ما قدرنا ننزل على البحر كتير لأنه فارس ما بيعرف يسبح. وبلكي إجاك شي مشهد في سباحة. منلاقي بديل. حلوة هاي. حلوة كتير. بس ما طولتوا، شو السبب؟
انا شفت انه كم يوم بكفونا مشان العسلات ما يخلصوا اوام. بعدين عنا تصوير مشان مسلسلك استاذ هاني. ولو انا لسه في عندي تعطيل، لو خبرتوني كنت قلت لكم خليكم 10 ايام تاني. لكان كتير عظيم، هذا من حظنا لانه بدنا نطلع الضيعة كم يوم. سيدي شكرا، وطلبك موجود عندي، عندي كل الشقق يلي بدك اياه موجود عندي. لا شكرا. ابو العز جاي يسحب ادعاءه ويسقط حقه الشخصي عنك، شو رايك؟ بعد بتعيدها؟ يا سيدي انا وابو احمد اكثر من اخوي، ونحن اصدقاء قبل ما يصير صهري، ويلي صار بعتبره مزحه. المفروض تعتذر منه على اللي عملته معه. يا سيدي إيه انا اللي بدي اعتذر من شوارب اخي ابو احمد؟ ها يا حبيبي صافي يا لبان. الله يسامحك يا ابو العز، طالما فيك كل هالطيب ليش تكيت علي وبهدلتي حتى تحط على عيني؟ بس جاي وساحب سكين عليه على المكتب، شو بتريده اقول لك يعني؟ هي رقبتي تفضل ذبحني. بسيطه سيدي بسيطه، مثل ما بتقول. خذ مني تعهد بعدم الاساءه مره ثانيه، واعطيها هويته واصرفه. حاضر سيدي. شكرا سيدي، تفضل. كتر الله خيرك يا سيدي. مع السلامة. الله يسلمك، السلام عليكم. ليش مغلب حالك لك أخي؟ نحن أخوة ما في بيناتنا هدايا. يسلم ايديك يا حمدان، وألف الحمد لله على السلامة. بس يعني ليه معذب حالك؟ ما في بيناتنا هيك شغلات. لا يا جماعة شبكون؟ أقل منا أجيب لكم هدية معي؟ إيه صدقوني أنا لو ما انسرقت مصرياتي إذا كنت جبت لكم قد هيك 5 مرات. بس يعني بدكم ما تأخذوني هلا لأنه الجود من الموجود. تسلم تسلم وطمني، إن شاء الله سفرتك كانت موفقة. أخ يا صالح السفرية من ربك أخي، بعدين ما بيكون قد حاله بيضيع. بس أنت مثل ما بتعرف أخوك حمدان قده وشوي. وهلا شو ناوي تسوي بعد ما رجعت من سفرتك؟ شو رأيك اشتغل هون بالشام؟ اشتغل هون؟ بس أنا كنت مفتكر يعني أنك ترجع على الضيعة وتساعد بي بالأرض هو وعمتي أم فارس، باعتبار تموا لوحدهم وما في غيرك يرعى هالأراضي وهالكروم. ليش ما بتأمل له وظيفة هون حوالينا مشان يقعد معنا ونتسلى نحن وياه؟ تسلمي يا مرت أخي تسلمي، فعلا أنا كنت غلطان بحقك. سعاد أنت شو عم تحكي؟ لك يا عيني الوظيفة لها شهادة ومسابقة ومؤهلات. الشاب ومثل النمر شو ناقصه؟ يا ريت يا أخي يا ريت، يعني أنا جاي على بالي ضل عندكم هون، بعدين بسافر على الضيعة باستمرار وبساعد بيي. لك الوظيفة مو بالشكل، الوظيفة بالشهادة وبالمسابقة وبالخبرة، شو الدنيا هيك؟ ها هاي بابا إجا أمي. يعطيك العافية. الله يعافيك، الحمد لله على السلامة، والله شغلت بالنا عليك تقبرني. شو بك بابا؟ كأنك مريض؟ لا 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 تعبان شوي. ايه ولي على السفر وساعته، قليلة 5-6 ساعات سفر بالسيارة. روحي أمي، روحي سخني لي شوية مي حط له رجليه لأبوك فيه الأوام. تقبرني، حاسة كأنك يعني موجوع، فيك شيء؟ لا لا ما في شيء بس تعبان شوي. طيب رح أعمل لك كاسة مليسة. مرحبا خالي. أهلين خالي. خالي أنت كثير شغلت لي بالي، ما وعدتني تسحب ادعائك عن أبو أحمد، إيه ما رديت لي خبر؟ ليش ما أجي لعندك؟ يوه ليش طلع من الحبس؟ اليوم الصبح رحت على المخفر وتنازلت عن حقي وطالعته من المخفر. أكيد رح يثبت وجوده عند أم أحمد. وينك خالي؟ مو مشكلة، نحن لازم نتحمل أبو أحمد، أنت بتعرف البير وغطاه. خالي أنت ما وعدتني سجل لي اسمي بالشركة محل اسم أبو أحمد. آه
ايه طبعا طبعا، بس هلا مو وقته يا خالي، استني لتمر المشكله على خير، لسه الرجال ما شاف الخزنه. شوف اوعى تتهرب، انا عطيتك مفتاح الخزنه والدكان، يعني ممكن كثير اني اخبر جوزي. يا سلام يا سلام، ايه شو هاد يخزي العين، شو هالحلا هاد؟ لا 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 اعطني رجالي. معقول انت؟ شو رايك روحي؟ ما في عليك حكي. بعرف ما في علي حكي، شو رايك بالجاكيت الحرير؟ بجنن، شفت؟ مو احسن من هداك الجاكيت؟ اللي بجنن ذوقك انت. قديش اشتريتي؟ مو مهم قديش اشتريته، المهم انه لابق لك. يلا تاخرنا. فيها شفا ان شاء الله يا عمي. شد حيلك بابا، الحمد لله ما فيك شيء. يا ارحم الراحمين، عفوك ورضاك يا رب. امي طولي بالك، اكيد تعب مو اكثر من هيك. طمني مرت عمي، كل شيء معه قريب نتيجه قلق وسهر وتعب، مو اكثر من هيك، وان شاء الله على الدواء بيتحسن. ان شاء الله. بعدين من هلا لبكره اذا ما تحسن بندخله المستشفى. انا برايي نتركه يرتاح وينام. يلا مرت عمي قومي ارتاحي. لا انت ومرتك روحوا على بيتكم ارتاحوا، انا ما راح اطلع، انا بدي ضل قاعده جنبه. يلا مروان خلي ماما على راحتها. تصبحي على خير. لا الخير سنة. تصبحي على خير. الله معك مامي. أنا مستحيل وافق، أنت كيف بترضى؟ أنا ما عم بفهم عليك. أولاً الدكتور عادل مو أي واحد، شاب ممتاز وخلوق ودكتور ناجح ومستقبله مضمون. ثانياً أنا مو ناقصني جاه ومصاري حتى أدور عليهم عند واحد ثاني. ثالثاً الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قال دينه هو خلقه، ما قال من طبيعة أو المدينة. أنا عم اختار واحد لبنتي ترتاح معه وتعيش مبسوطة. أم مجدي، الحياة مو كلها مصاري ومظاهر، الحياة هي التفاهم وتحكيم العقل والمنطق. شوفي يا أم مجدي، إذا بدك بنتك تعيش مبسوطة وسعيدة لازم توافقي على الدكتور عادل. هلا بنتي اللي معودة على حياة الدلال والرفاهية والبحبوحة تروح تعيش بضيعة وبيت صغير ومدري وين وبأي حارة؟ أنا متأكدة هلا إنه ممكن تتجوزه لأنه بتحبه، بس بكرة رح تحس بالفارق الكبير اللي بينه وبينه، وهون رح تبدأ رحلة التعاسة والمقاتلة. على العموم يا فؤاد أنت حر ببنتك، بس أنا حذرتك. عن إذنك. بتعرفي مرت اخي، عملت زعيم بهالمشوار، اشتغلت وطلعت مصاري وما حرمت نفسي من شيء، بس هالولادين الحرام نزعوها معي باخر لحظه. ورحلك كثير؟ ايه اكثر من 50,000 ليرة. 50,000؟ يا ويلهم من الله. بسيطه مرت اخي، ما في نصيب. بتعرفي كنت ناوي اجيب لكم فيهم كلهم هدايا الك ولصالح ولبي ولامي وللكل. وهنيك في شغلات حلوه؟ كل شيء عندهم حلو. اللي معه مصاري بلاقي شغلات حلوة كتير. طمنيني مرت أخي، كيفك أنت وخي صالح؟ إن شاء الله مرتاحين. مسرورين الحمد لله. بتعرفي مرت أخي؟ إيه؟ بدي إياكي تحكي لي مع صالح، مو بس تحكي لي، بدي إياكي تأكدي عليه مشان مسألة الوظيفة، يعني لأنه أنا مثل ما بتعرفي مصروفي كتير كبير وما متعود أطلب من حدا. ولا يهمك حمدان، أنا بشوفه وبحكي له. حمدان بدي إياك تاخذ مني هدول.
أعوذ بالله يا مرت أخي، ما تفهميني غلط، أنا معي مصاري. حمدان هلا أنت مثل أخي وما في فرق بيناتنا، خدهم. الله يطول لنا بعمرك يا مرت أخي. يا الله عليك الشفاء يا رب. على كل هلا مشي الحال، بس هذا ما بيمنع انك تصرفت بطيش. طيش؟ هلا اللي بدافع عن حبه بيكون عم يتصرف بطيش؟ لانه علقت بين ابوك وابي وتعا حلها هلا بقى. يا ستي لبين ما تتخرجي وتخلص الحفله لكل حادث حديث. ايها هلا صرت تحكي بعقل، شفت شلون؟ سراب هلا قليلي، لو ما عملت مشكله كرمالك ما كنت زعلتي. عن جد عن جد؟ يعني عن جد؟ كنت زعلت وكنت فعلا فكرت انك ما بتحبني. ايه شو بدي اعمل؟ حظي هيك، حظي احب وحده ما حدا رضي يخطبها غير واحد قد جده. غليظ. مو معقول، مو معقول موقفك هاد عادل. هلا انت شو بدك من ماما وموقف ماما؟ يا سمر انا ما بدي سبب لك مشاكل بالبيت، انا بعرف انك انت موافقه وبابا موافق كمان، بس موقف امي كتير مهم. بظن انا بدي اتزوج مو ماما، وبالنهايه ماما رح توافق، اكيد رح توافق. يا سمر انا بحبك كتير ولاني بحبك بدي اياكي تكوني سعيده، لذلك انا من رايي انه نحن ناجل الموضوع شوي حتى لا تنحرجي. عادل نعم. نحن هلا مخطوبين ولبين ما اتخرج بتكون ماما هديت ووافقت. انا هلا اللي بدي اياه منك انك تتصرف طبيعي، تزورنا مثل العاده وحاول وقتها تقرب من ماما. ما بعرف ما بعرف. هلا لما عرفت انه انا بحاجتك ما عاد تعرف تتصرف؟ طيب بحاول شرفي. واحد اثنين ثلاثه اربعه. يبدو انتوا تعبتوا وانا كمان. احسنتوا جميعا، شكرا. كيف ساس؟ لا تمام، انا كثير مطمن ومتفائل. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. هلا معقوله تحرجيني قدام الناس؟ انا اعطيت كلمه وبنتك موافقه وهالسيره ما بدي افتحها مره ثانيه. بنتك مجنونة وانت موافق على جنانها وانا مو طالع بايدي شيء. لك والله شي بيحير اللي عمره محتار. دكتور ممتاز واخلاقه عالية ومانك موافقة عليه، اما ابنك الفاشل واللي ما له مستقبل بدك تجوزيه بتبتلي فيه بولاده كمان. لك شو التناقض هذا؟ ما عم بفهم. سلامة امه وابوه؟ ها يعني بدك اياني انا ربي له اولاده واتحمل مسؤوليته؟ طيب اخطب له اياها، بركي بيكبر عقله وبيحس بالمسؤولية اكثر. الى ستي بس ليصير مثل الخلق والعالم ويكبر عقله ويأمن مستقبله، أنا بروح بخطب له إياها بنفسي. مهم هلا أنا عطيت عادل موعد اليوم وجاي يخطب بنتك بشكل رسمي.
ما بدي مشاكل. شو صار معك بالوظيفة صالح؟ الحمد لله الوظيفة ما بتوفي معك، وخاصة يعني بعد سفرتك الأخيرة صاير مصروفك كبير. هو طبعاً اللي بيجي كتير بيصرف كتير. سعاد تسكبينا الأكل بعدين. لك أخي أنا كنت متوقع منك هلا تكون بالأرض عند بي. تعرف بي صار رجال كبير ولوحده ولازم يوقف صوب منه بالأرض، وسديني بهالأيام يعني الوظيفة ما بطعمي خبز. صالح أنت بتضايق مني شيء؟ أنا؟ حدا ليش عم تحكي هيك؟ أنت خي وأنا مالي غيرك وتطلب عيوني بترخص لك. بعدين لك أخي عدم المؤاخذة يعني اللقمة عم تصير بهالبيت فيك وبلا. يلا يا جماعة باشو. يلا خلينا نتغدى. بسم الله. لا أنا مالي نفس، مالي جوعان. شو هالحكي من الصبح بلا فطور؟ ولو يا حمدان حب شو؟ زعلت مني؟ معقول أخوك عم يحكي معك زعل منه؟ يلا 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 بسم الله خلينا نتغدى. كرمالي حمدان. مالك شايفة؟ مالك شايفة جوزك شلون عم بيقلعني من البيت؟ حمدان؟ أنا أعملك من البيت؟ معقولة يا صالح تحكي مع حمدان هيك؟ الله يسامحك يا حمدان، لأني عم قلك لازم تتم صبي بالأرض وتساعده كون عم قلعك؟ يلا يلا مالشي يلا خلينا نتغدى. لا سيدي أنا لا رح أكل ولا رح نام بالبيت. نيحك حمدان؟ لك حمدان؟ لك حمدان وين رايح؟ لك اسمعني شوي. يعني كان لازم تعيط عليه؟ سعاد اسكتي بترجاكي لا تتدخلي. ها ام مجدي اوعك تغلطي بكلمه واحده. سلامات. اهلا دكتور عادل، تفضل شرف. لا شرف اهلا دكتور عادل. سلامات دكتور، يسعد المساء. كيف الصحة؟ تفضل. مساء الخير. تفضل تفضل دكتور عادل، تفضل. شرف. شكرا. كيفك دكتور؟ ميت أهلين. كيفك دكتور عادل؟ طمني شلون الأهل؟ شلون دكتور صالح وزوجته؟ الحمد لله كلياتهم بخير وبيسلموا عليك دكتور. أنا لي طلب عند حضرتك وأرجو أنه ما تخيب لي ظني. مور يا ابني شو بتريد؟ دكتور أنا برأيي أنه نحن نعلن الخطبة بشكل رسمي لحتى ابتدي أنا أحضر حالي، يعني لبين ما سمر تخلص بحوسة ممكن نتزوج. ألف مبروك يا أمني، أنا ما عندي مانع أبدا. شكرا كتير دكتور. طيب إمتى ممكن نحدد موعد الخطبة؟ إمتى ما بتريد، وقت اللي بتكون جاهز نحن جاهزين. مبروك سمورة، مبروك دكتور عادل. الله يبارك فيك. شكرا كتير. يا ضيعان الترباية فيه، وصلت معه يقلعك من بيته؟ يا عيب الشوم عليه. صلي على النبي يا أم صالح، وما في داعي لهالحكي. هلأ هيك من الباب للطاقة قلعك وقال لك يلا اتصور يا بيي، اتصور انه ما رضي خليني اكل معهم. لقوا فوق هاد صار يجبر علي وقال لي روح رول عند بيك، انت واحد فلاح والارض هي الوحيدة اللي بتلمك عن وجوه الناس. وكمان وصلت معه للقمة الاكل. هلأ الدكتور حلو ينسى؟ لك بقص ايدي اذا كان ابنك هذا منو كذاب. صالح مانو صغير حتى يقلع اخوه ويمنعه من لقمة الاكل. انا ما راح اقلك كل شيء، مو مشان شيء بس مشان ما زعلك. بس مو مشكلة في الله. لا اله الا الله، بس اكيد في شيء غير هيك. احكي له، احكي لابوك كل شيء، احكي له الحقيقة، لانك انت ما كفيت تعليمك بده اياك تصير خدام عنده. صار الدكتور هلأ بده خدم. إيه بسيطة يا صويلح. بس ولا كلمة، الموضوع هذا أنا بحله. شايفة حتى بيي ما عاد بصدقني، أنا ما عاد بصدقني، سرقوا مصاري وما عاد أصدق.
ولك أخ من كونه من هالزمن؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمحي لي أقول لك إنه طريقتي غلط واحتجاجك مرفوض. الرجال صار بالبيت، وين احترام الضيف؟ أنا حرة بمشاعري. بس مانك حرة بالأصول. يعني إذا أجى لعندي على المستشفى مريض شكله ما عجبني، بطرده من المستشفى وبقول للناس مريض مو حلو، ما عجبني؟ ما بيكفي استقبلته أنت؟ مو كتير على واحد فلاح يستقبله ببيتي صاحب البيت؟ فلاح؟ سميرة أنا ساكت لهلا. اسمعي أنا ما بسمح لك تحكي كلام سخيف من هالنوع. نسيتي إني أنا كمان فلاح ابن فلاح؟ أوعك تحكي هيك كلام سخيف على عادل أو على غيره. شو رأيك اتصل واعتذر منه كمان؟ عم تتهكمي مو هيك؟ فعلا لازم تعتذري منه. عم تحكي جد يا فؤاد؟ بدك يعني اتصل واعتذر منه؟ أنا ما بمزح بهيك أمور. أنت غلطتي ونبهت عليكي قبل ما يجي إنك تتصرفي صح. على كل حال رح نعلن الخطبة بشكل رسمي ونزوجهم بأقرب فرصة. شو يا أمي؟ أمي؟ إيه؟ بدي أقول لك شغلة يعني ما تخلي بي ينزل على الشام ها؟ لا يعني هو بس من شان ما يزعل مع خيي صالح، لأنه يعني صالح الله يسامحه يعني شو ما عمل بيضل خيي الكبير، أنت بتعرفي هالشي. يا الله يرضى عليك يا ابني، روح روح الله يسهل دربك كيف ما توجهت. شفت يا أبو صالح، شفت كيف بتضل ظالم حمدان؟ خير إن شاء الله. حمدان من كتر مو قلبه طيب خاف تزعل من أخوه على شغلة مبارح، وعم يترجاني ما خليك تروح لعند صالح. ها فكرك سامحه يعني؟ طبعا يا بيي، يعني صالح شو ما عمل بضل خيي الكبير وأنا مسامحه على كل شيء. أنا هلأ ما بدي إياك تسامحه، بدي انزل انا وياك عشام، واذا بيكون فعلا عامل معك مثل ما عم تقول ايه بدي بهدله لو بيكون اكبر دكتور. واذا كنت عم تكذب حسابك عندي. يا بيي انت ليش ما بتصدقني؟ لك انت طلبت منه شيء؟ قلت له على شيء حتى عملك هيك؟ يحرم علي يا بيي اذا طلبت منه شيء. انا كل شيء اللي عملته غلطت وقلت له لسعاد انا جوعان. ما خلاك تاكل من شان لقمه اكل؟ شو هالزمن اللي وصلنا له؟ معقوله يا ابو صالح؟ ولك ليش انت ما كان معك مصاري؟ بصراحة يا بيي امي عطتني 5000 ليرة، قلت عيب روح لعندهم فاضي، قمت اشتريت لهم فيهم هدايا وصرفت فوقهم ب2000 ليرة كله اغراض لقلهم. طيب 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 ماشي الحال. هلا اذا لازمك شيء انا بعطيك، انا ابوك وانا سداد. بيي بلكي بتحكي لي مع خالتي ام فارس مشان تضمني ارضها مشان ازرعها. شو؟ هلا انت ناوي تشتغل بالارض عن جد؟ طبعا عن جد. مو انت شغلك بالارض وقلت لنا حبوا الارض وزرعها وشجرها؟ ريحت بالي يا حمدان، الله يريح بالك. شايف حمدان صار كويس وعائل ولازم نجوزه. ليش لا؟ انا جاهز. لا 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 هلا ما بدي. كل شيء اللي بدي اياه منك هلا يا بيي انه تحكي لي مع خالتي ام فارس، بركي بالحال موسم. تكرم عينك يا حمدان، هلا بروح انا وانت لعند ام فارس وبنطلب الارض. خيروا البر عاجل امشي امشي. اروحوا الله يوفقكم يا رب. مرحبا سعاد. اهلا اهلا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، منيح اللي خطرنا على بالك. كيفك؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ شو هالشيء يعني هي؟ الله يخليكي، شكرا. يا اهلين، تفضل. ايه شلونكم؟ الحمد لله. ايه بيقولوا الممثلين بيصيروا مثل نجوم ما عاد يبينوا. يا مستكتر علي يصير نجم يا سعاد. ان شاء الله تصير قمر، بس احنا اشتقنا لك حابين نشوفك. الله يخليكي، شلونك انت؟ شلونه صالح وعادل؟ الحمد لله كلهم منيح. عرفت انه عادل رح خطب سبب من ابوه؟ شو هالحكي؟ إيه؟ عملها اخيرا.
يا الله. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بالمهلي خيتي فارس. اهلا وسهلا بحمدان، كيفك؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك خالتي، الله يطول بعمرك يا رب. خير ان شاء الله خي وصالح. ما في غير الخير. حمدان رجع من السفر وناوي ناخذ له شقفة ارض شراكة، وباعتبار انت وحدك ما عندك حدا، شو رايك تأجري ارضك شراكة بالنص؟ ارضي انا؟ اي ارضك انت. انت وحدانية وبتتشاركوا سوا والله مبارك في شراكة. وانت جاهز تنفذ الكلام يا حمدان؟ لكن انا مشان شو جيت خالتي؟ مو مشان هيك. طيب وانت مثل ولادي، انا موافقه، تكرم عيونك. الله يبارك فيك يا ام فارس. سلامات حكيم. اهلين دكتور صالح. شو لساحات الانزعاج مستمره؟ لا لا ابدا ما في شيء. دكتور فؤاد موجود؟ ايه بمكتبه. بدك منه شيء؟ حاس حالي تعبان شوي وحابب اخذ اجازه. لا معناه لسه الحاله مستمره. احكي عادل شباب. صالح صحيح الدكتور فؤاد وافق على خطبتي من سمر، بس لسه اما لسمر ما وافقت، خايف اعمل لي شيء مشكله بالبيت تاثر على علاقتي مع سمر. انا برايي طالما رح تاخذ اجازه فياريت تكون الاجازه مشان عرسك. شو قصدك يعني تزوج؟ ايه وليش لا؟ بتحط الام تحت الامر الواقع ما تقعد تعمل لك مشاكل. وبعدين بتصير الصهر ومسند الظهر واغلى منك ما في. شو عم تحكي يا صالح؟ انا صحيح خطبت بس هلا ما بقدر بتزوج. انت بتعرف امكانياتي انا وين بدي اسكن وكيف بدي اعيش او. انت هلا معك قرشين. وبتدي لك قرشين ثانيات. بتاخذ لك بيت يعني مو بالضروره يكون كثير كثير مرحرح ومبحبح، لا. مشي امورك شوي شوي والله بفرجها. يا سلام يا صالح يا سلام. اللي ايده بالمي مو مثل اللي ايده بالنار. بعدين بحب ذكرك انه سمر مو مثل سعاد. خاطرك. مع السلامة. شراكة وينه؟ هاو شو سنة الشراكة مفقود؟ يا رفيق يا رفيق يا ربيتك يا أبو أحمد سنة أمامي خسرت شراكة يا ربي يا ربي خرب بيتك يا بحر. بدي افهم شو صار له، راح من البيت ما فيه شيء؟ لا اكيد في شيء، لانه خططوا له القلب وما طلع معه شيء، كل شيء طلع معه شويه ضيق بالتنفس نتيجه توتر عصبي. ولي على قامتي نكستين خلال اسبوع يا حبيبي. يا بابا سراب اوعى تكوني حكيتي قدام ماما شي. لا ما حكيت شي. برافو عليكي. بابا الحمد لله على سلامتك يا عمي، انت بخير ونحن كلنا عندك. يا خالي اذا ما عملتي هيك بده يضيع حقك. بس يا خالي مو عم تزود عليه شوي؟ حرام. حرام ما لك انت الحرام اللي قبرتي شبابك مع هيك عجوز. لا وانا مفكرني حوبي ما بفهم. مثل ما بدك. يلا فورا ولا تخافي انا بكون عم بستناكي برات المستشفى. بس يا خالي يعني لا بس ولا شيء، دق الحديد وهو حامي. طيب امرك. وينك؟ المشروع لازم يتم وانا حاسب حسابك. طيب ماشي. يلا وهيك تزدعي لك بشي كلمة هيك ولا هيك؟ ها؟ لا ابدا. يلا امشي. لو سمحتي غرفة بدري عبد الباقي وين؟ بدري عبد الباقي يلي صهره الدكتور مروان. ايه عرفته، تفضلي معي.
شايفة الغرفة اللي طلع منها الشر؟ هذا صهر مروان. شكرا كثير. عفوا. مرحبا دكتور. أهلين. شو ما عرفتني؟ عم حاول أتذكر، بس وشك مو غريب علي. مو غريب إلا الشيطان. مو حضرتك الدكتور مروان زوج فريال؟ بالضبط. أيوة 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 تذكرت. جيتي أنت وخالك أبو العز وباركتونا بالخطبة، صحيح؟ صحيح. كيف فريال؟ الحمد لله بخير، بس ملبكة شوي، أبوها مريض. الله يعافيه. الحقيقة أنا جاية مخصوص مشان شق عليه. شوفي يا سيد دلال، زوجك بخير، أزمة ومرت والحمد لله، لذلك بنصحك ما تفوتي لعنده هلأ، عنده بناته، بخاف يصير له شيء لا سمح الله إذا فتي. بس أنا لازم شوفه ضروري. خلاص بعدين بعدين، أنا بقول له وبخبره أنك إجيتي وأنا رجعتك لو سمحتي. طيب عن إذنك. مع السلامة. لا يكن لك فكرة أبدا، مشان هذا الموضوع أنا بنسق مع الأستاذ هاني. إذا هيك ماشي الحال معناها بنقدر نوقع العقد هلا، شو رأيك؟ بس شو صار بدور حسام؟ ست كندا أنت بتعرفي إنه فارس ممثل بعده جديد، ودور حسام دور صعب ومعقد، وبده ممثل موهوب ومشهور كمان. هلا أنت ما شفت فارس؟ أعطيه فرصة. ليش ما بتغامر وبتعطيه هالدور؟ بعدين لا تخاف على النتيجة، أنا رح كون معه. إذا أنت بتتحملي نتيجة هالكلام أنا ما عندي مانع. لا تخاف، أنا بوعدك إذا بتريد هلأ اتصل فيه وحاكيه، وخلي شغلك أنها إجت منك. معلش يا أستاذ. تكرمي على عيني، وبيني وبينك فارس محظوظ كتير. دلال؟ إيه دلال، بس أخذتها وفهمتها. إذا بدأت تدخل على الغرفة اللي عند أبوك يمكن تعمل مشكلة كبيرة أو أزمة لأبوك لا سمح الله. أكيد كانت جاية تعمل فضيحة لأبي بالمستشفى. المهم الله ستر ومضيت على خير. ولا يهمك يا عادل، إذا الجوازة بتكلفك قرش أنا مستعد أعطيك 10. أنا هلأ أحوالي ماشي تمام، قد ما بدك مصاري خود وسكر لها تم لحماتك. لا المسألة ما وصلت لهالحد، أنت شو بدك بمشاكلي؟ بعدين اللي أنت شلون صار معك كل هالقد بهالفترة القصيرة؟ أنت شو بدك شلون؟ لا يكون مفكر ما بيطلع بيدي شيء. قال لي الدكتور سعيد إذا بدك تطلع بتقدر تطلع هلأ، تاريك شاب يا عمي وعم تتدلل علينا. الحمد لله على السلامة. تعبناك معنا يا مروان. ولو عمي تعبك راحة، أنا ما بيهمني غير صحتك. يا بابا أنت بس تكون بخير نحن بألف خير. عمي الدكتور كتب لك عشوية مقويات ومهدئ أعصاب، وأنا راح أمن لك إياهن، بس بدي إياك ما تفكر بشي بنوب. إن شاء الله. شكرا لك يا مروان. طيب وين أمكن؟ خفنا عليها، ما كان بلزوم نخبرها. يلا سراب روحي ركبي اغراض ابوك مشان ناخذهم معنا. صباح الخير. وين المريض؟ امبارح مات. مات؟ نزل ضغطه فجأة والقلب ما تحمل الصدمة مات. مين كان موجود؟ الدكتور سعيد. ايه وشو سوا؟ عمل المستحيل والقلب ما تجاوب لا للتدليك ولا للصدمات الكهربائية. مسكين قديش كان متفائل، وأنا طول النهار عم فكر فيه مشان نعمل له عمليته. يمكن تأثر لأنه أجلوا شهر. أجلوا شهر؟ ومين أجلوا شهر؟ بس هذا مريض وأنا مسؤول عنه. متأكد من الكلام؟ الله يخليك دكتور، أنا ما دخلني ولا لي علاقة، أنا هيك سمعت. أنت فعلا ما لك علاقة بالموضوع، بس أنا بدي أعرف مين وراء الموضوع هاد. استاذ لحظه بس دوزه من وصول. واحد اثنين ثلاثه اربعه.
استاذ زعملنا دوزي لا صوت بالنوطه حرفيا. ماشي الله يعطيك العافية خالتي. الله يعافيك. هون بيت حمدان؟ أهلا وسهلا. إيه هذا بيت حمدان. مين أنتو؟ نحن رفقاته، كنا عم نشتغل سوا بتركيا وجايين نسلم عليه. وينه سيد حمدان؟ خير إن شاء الله. بدكم منه شي؟ لا لا ما في شي، بس هو أعطانا العنوان ونحن جايين نسلم عليه، وبعدين في شغلة خاصة. أنتو من وين؟ نحن جيرانكم من تل النمل. انتو تبع المصاري ما هيك؟ انت دريانة خالتي؟ يا عيب الشوم. على كل بسيطة بسيطة خالتي، يعني الظروف كانت صعبة شوي وما كان في شغل مثل ما كنا مفكرين. حمدان هو بالبستان، الطريق من هون. طيب خالتي يعطيكي العافية. يلا شباب. يا لطيف، مال الحلال ما بيروح ولا بيضيع. تعب هالولد رجع لعنده عالبيت. إيه الله كبير. خير، ليش عم تكتب هالسرعة؟ يا بدي كركب المشفى وينقلوني منه واستريح، يا اما بدي اوصل لحقي واعرف وين الغلط. غلط شو؟ في غلط كبير يا عادل عم بصير بهالمشفى، واذا كان بعلم الدكتور فؤاد معناها مصيبة، واذا مو بعلمه معناها مصيبة اكبر. طول بالك شوي، طول بالك، فهمني شو عم بيصير. مرحبا حمدان. اهلين بالشباب. شو خفت؟ انا صقر، انا لا خفت ولا بخاف. ما شاء الله. شو لمين هالبستان؟ بستان الي. عندك كل هالبستان وتروح تشتغل وتتغرب؟ شوف صقر، انا قلت لك اني تغربت مو لاني محتاج، انا تغربت لاني مزعل مع بي. معناها اجينا بالوقت المناسب. خير؟ انت بتعرف انه اجينا بعد منك بشوي وما تيسرت معنا، فيعني اذا ممكن تدبر لنا هالقرشين. طولوا بالكم، لك بعد ما وصلنا يا شباب. انت قلت انه يوم اللي بتوصل رح تعطي المصاري للاهل. إيه سالنا الاهل ما حدا اعطاهم شيء. تكرم اخي صقر، شو هالحكي؟ لك حقك بتاخذه من عيوني يا رجل. بس يعني شو بدي اقول لك اخي صقر، يعني ما انت بتعرف انه انا اشتريت موتور مي لهالبستان وفتحت بير التواسي، يعني كلفني مبلغ منيح. هلا وقفت على هيك مبلغ؟ انا واثق انه هالمبلغ هاد بالنسبه لك ما هو شيء، وخاصه اللي عنده هيك بستان وهيك موسم بجنن. مزبوط شباب؟ طبعا مزبوط. بوعدك بوعدك اخي صقر، 20 يوم وبكون المصاري عندك. 10 ايام ولا يوم زيادة، فهمت؟ يا سيدي مثل ما بدك، 10 أيام اتفقنا. يلا شباب. لوين شباب؟ خلونا نتغدى سوا، رح اتبع لكم خروف. كتر خيرك. أنا ما كنت مصدقة حمدان لحتى شفت بعيني. شو بتقصدي؟ مال الحلال ما بيروح ولا بيضيع ولو هرب لآخر الدنيا. ليك شو مال وشو حلال؟ فهميني شو عم تحكي. حمدان ما سرقوا له رفقاته 30,000 ليرة؟ هيك قال. ليش؟ أنا بعرف إنك ما صدقته. شو معقولة ابنك حمدان يشتغل ويوفر 30,000 ليرة؟ إيه ما بدك شغلة تتصدق. الله سبحانه وتعالى رجع له مصاري اليوم. والعمل يا حمدان شو الحل؟ 10 أيام بدي دبر 50,000 ليرة. منين بدي ديان؟ ولمين بدي أقول؟ لو إذا دري بي الله بيعججني من الضيعة. والله فكروا إلي وحسدوني عليه. لو كان إلي لكنت رحت ولا جيت ولا دينت. لقيت الحل.
يا ضيعان التربايه فيك، وصلت معك تقلق اخوك مشان لقمه اكل؟ انا خصوصي اجيت من الشام لا اعرف شو قالكم، لاني عرفان وراح يزور بالحكي. شوف يا صالح، انا حالفه يمين اذا طلع كلام اخوك حمدان صحيح يحرم علي بيتك بعمري. يا امي هالكلام الله وكيلك مو صحيح. انا كنت منتظره سعاد هي اللي تزعل لانه بالايام كان ضدها، اما انت ولاخوك يا حيف عليك. امي لا تخليني اطلع من هذا البيت ولا عاد ارجع له بحياتي. ها اصلا ابوك زعلان اكثر مني. وابي مصدق كمان. اخوك يا صالح، اخوك وصل لعنا ميت من الجوع ومقطوع وما معه اجر الطريق. كيف بتقبل على حالك يا دكتور؟ كيف حتى اجر الطريق ما بتعطيه؟ امي هالشي ما صار ومستحيل انا اتصرف هيك. وانا حمدان خير يا حمدان. لا سلامتك بي، ما في شيء، بس جيت لحتى ساعدك شوي. ليش خلصت آية؟ يعني تقريبا. بيي ما بدك تروح على البيت؟ بلا، بس خلص شغل. بيي بدي اطلب منك طلب. خير شو بدك؟ بس وعدني بالأول أنه ما تخجلني. يا عونة الله، قلي لشوف. خيي صالح عنا بالبيت وأمي زعلانة وعم بتعذبه، وأنا ما بدي أخسر خيي مشان غلطة صغيرة. إيه وشو بدك مني؟ بدي إياك تصالحني أنا وصالح، بس من غير معتبي. من غير شو؟ ما بيصير، بدي عاتبه وبدي كسر رأسه كمان. يا بيي يا بيي صالح بيضل خيي شو ما عمل، يعني ممكن يكون بوقتها جاي معصب من المستشفى مثلا. ها؟ لأنه جاي معصب من المشفى ولا لأنه إجا وبده يكشف كذبتك؟ تعال هول شوف، أنا من الأول قلت إنك واحد ما فيك شرف، بدك توقع بيني وبين أخوك خذك أنا. لك بدي هريك هريك. لك عيب خجلي على حالك، المرة صار لها ناطرة ساعة وأنت قاعدة هون. ليش ماما؟ مين في عندنا؟ أم جلال جاي تعمل عنا صبحية وتشرب القهوة من إيدك. وين ندى؟ ندى؟ هي مو جاية تشرب القهوة من إيدي ندى، هي جاية تشوفك وتشرب القهوة من إيدك. يا ماما فهميني، أنا لا بدي إياها ولا بدي زيارتها. لا تخنتي يا سمر خانوم، يلا قومي يا عيب، ما بصير تعامليها بهالطريقة. تكرمي ماما، سبقيني وليتني لحقتك. يلا خليكي شاطرة وتلحلحي. ايه يلا بسرعة. شو القصة؟ أكيد عمل له شغلة مو منيحة لحتى كان مشينه الشرطة. صلنا كبير. يا أهلا وسهلا بست أم جلال. يا أهلين وسهلين. تسلمي أم مجدي. تفضل. ما شاء الله ما شاء الله. بنتي سمر باين يغزي العين، أمر مكمل. تفضلي ماما. يسلموا الإيدين ماما. عادي حبيبتي عادي. أهلين وسهلين. سمر ملبكة هالكم يوم لأنه قرب امتحانها وعندها آخر سنة. ما شاء الله. شو ناوية تعملي بعد التخرج؟ عم فكر حضر ماجستير. طيب وبعدين؟ إذا سمح لي الوقت بدي أقدم أطروحة الدكتوراه، لأنه بصراحة أنا كتير حريصة على تعليمي.
وإذا إجاكي عريس وما خلاك تكملي غير جامعة، شو ممكن تعملي؟ عريس؟ عريس شو؟ قصدها تقول شو موقفك بيكون إذا إجاكي عريس؟ أنا ما بدي أتجوز هلأ. بس إذا إجاكي النصيب ما فيك تهربي منه؟ ليش ماما ما قلتي لها أنه أنا مخطوبة؟ مخطوبة؟ قصدها تقول أنه في دكتور عند أبوها بالمستشفى طالبها، بس أنا ملي موافقة. بس مبين سمر وموافقة. سمر موافقة ومو موافقة؟ ما فهمت قصدي. الحقيقة أنا موافقة والبابا موافق، بس الماما لسه ما وافقت. ابني جلال ما له نصيب عندكم. طولي بالك يا ست أم جلال، طولي بالك. كان لازم تقليلي من الأول إنه بنتك مخطوبة عن إذنكم. مع السلامة. مع ألف سلامة. قلتيني قدام المخلوعة؟ يا ماما انتي اللي حطيتي حالك بموقف محرج مو انا، كان لازم من الاول تفهميها انه انا مخطوبة. شوفي عادلكم وكوني انا امكم تاني، يا انا يا هو، فهمتي؟ شوف عمي انا ما بدي زيد عليك، بس انت من البداية شو كان بدك فيها؟ اه يا مروان اه، أنا بعرف إنه حاجتك للولد هي اللي أثرت عليك لما اتخذت هذا القرار، بس كان لازم تفكر بهالموضوع بغير هالأسلوب. عم تحكي صح يا مروان، بس شو بينفع الندى؟ معلش يا عمي معلش، طول بالك، الحمد لله لسه ما صار شيء. بس أنا تعبت يا مروان. أنا تعبت. تعبت يا مروان. آه. حتى الدكان مو قادر أوقف فيها. طيب عمي تقبل اني اقعد فيها انا؟ كيف؟ وشغلك؟ شغلي مو مشكلة، انا الله يحفظك يا ابني ويخلي لي اياك. ويخلي لنا اياك يا عمي. شوف عمي انا بدي اياك من اليوم ورايح تعتبرني ابنك مو صهرك وبس. اجا ابوك حاكي بالهداوة ولا تاخد وتعطي معه زيادة، حاكم قلبه مليان منك ومزعوج. اهلا بدكتورنا. اهلا بي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. اهلا خيي صالح، الحمد لله على السلامة، كيفك وكيف صحتك وكيف برد خيي سعاد؟ نحن منيحين، بس بدنا اياك انت تكون منيح. بوجودك يا خيي ميت اهلين سلام فيك. كعب الشوم عليك بس. معقول؟ معقول أنا قلعتك من بيتي ومنعتك من نعمة الأكل؟ أنا فهمت المشكلة كلها وما بدي ولا حرف بهالموضوع. معقول يا بي أنا أتصرف هيك؟ صالح أنت أخوة وحمدان أخوك الصغير ونحن كلنا لازم نوقف بجنبه حتى يكبر ويصير يفهم. بس يا بي صالح رح بزعل منك عن جد. ها أنا قلت انتهى الموضوع خلاص. جاهزين للغداء أم صالح؟ كل شيء جاهز. بي انا بدي استاذن منك، ما فيني اتغدى معكم، انا اجيت اطمن عنكم ساعه وراجع على الشام. تتغدى وبتروح وبعدين ليش مستعجل؟ بي في موضوع بالمستشفى ملبكنا كثير انا وعادل ولازم نتابعه. صحيح، كيف عادل وفارس وسعاد كيفهم كلهم؟ كلهم بخير وبيسلموا عليكم.